الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتابع حلقات السيرة النبوية. وتكلمت في اللقاء السابق عن حال العرب قبل الإسلام وعن اعتقادهم في الله تبارك وتعالى من عبادة الأصنام من دون الله عز وجل، وكيف أغواهم وتدرج بهم إبليس اللعين إلى ذلك، إلى أن عبدوا الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكذلك عن اعتقادهم في الجن والملائكة، وكيف أنهم نسبوا الولد لله تبارك وتعالى، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، وكيف كان إنكار هؤلاء للبعث بعد الموت، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم وأبطل شبهاتهم، وذكر كثيرا من الأدلة على قدرته تبارك وتعالى على البعث بعد الموت. والآن أيها الأحبة، نتحدث عن الشرك في التشريع. يعني شرك العرب لا يقتصر على جانب عبادة الأصنام وحسب، ما كانش مجرد عبادة الأصنام يعني فقط من دون الله عز وجل، بل كان يتمثل بصورة واضحة في شرك التشريع. ايه هو التشريع؟ يعني التحليل والتحريم من دون الله تبارك وتعالى، يعني بيحللوا ويحرموا اللي هم عايزين، يحلل اللي هو عايزه ويحرم اللي هو عايزه من دون الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى في الآية 21: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والحق أن الحكم المشرع هو الله سبحانه وتعالى، وقد يأذن لعباده بذلك، فكما أن له الخلق بلا منازع فكذلك له الأمر، هو له الخلق بلا منازع فكذلك له الأمر سبحانه وتعالى. ومن شرع بدون إذن فقد نازع الله تبارك وتعالى، اللي بيشرع حاجة بدون دليل شرعي من كتاب الله ومن سنة الحبيب صلى الله وسلم فقد نازع الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعض ما شرعوه لأنفسهم من تحليل وتحريم، ومن ذلك هذه الآية التي من سورة المائدة آية 103، قوله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ولذلك قال بعض أهل السير: كان أهل الجاهلية إذا أنتجت الناقة 5 أبطن، يعني ولدت إيه؟ 5 أبطن، بطن ورا بطن ورا بطن ورا بطن، لحد إيه؟ 5 أبطن، آخرها ذكر، يعني المولود الأخير ذكر، عملوا إيه؟ بحروا أذنها، أي شكه يجي وقد على أذن هذه الناقة ويشقوها إيه؟ 2، يقطعوه، وامتنعوا من ركوبها وذبحها، يعني خلاص حرموها على أنفسهم، ينفعش إن هم يركبوها، ينفعش إن هم يذبحوها أو يأكلوا لحمها، ولا تطرد عن ماء ولا مرعى، وفي الحالة دي اسمها إيه؟ البحيرة. وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو برأت من مرضي فناقتي سائبة. دي بقى إيه؟ كان بيعمل نذر كده، نذر محرم، بيقول لو أنا رجعت من سفري مثلا معافى مثلا بالسلامة، ومسافر مكان ويرجع من سفره، أو برأت من مرضي، يعني ربنا مثلا عافاه من مرضه، يعمل إيه؟ فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع به، يعني لا ينتفع بهذه الإيه؟ السائبة. وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبدا قال هو سائبة، فلا عقل بينهما ولا ميراث. وكانت الشاة إذا ولدت 7 أبطن، يعني الشاة المعزة أعزكم الله ولدت 7 أبطن، فإن كان السابع ذكرا أكله الرجال، وإن كان أنثى أرسلت إيه؟ في الغنم. لو المولود السابع ده هو ذكر، ذكر الذكر في المعز اسمه ايه؟ اسمه ذكر المعز اسمه جدي او جدي كما هو ايه معلوم في العامية. وان كان انثى ارسلت في الغنم، يسيبوها كده في وسط الايه؟ الغنم. وكان ان وكذا، يعني ان كان ذكرا وانثى، وقالوا اوصلت اخاها، فالوصيلة بمعنى الواصل. واذا انتجت من صلب الفحل 10 أبطن
عشر أبطن وراء بعض، قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى. ومعنى ما جعل يعني ما شرع ذلك ولا أمر به، ولكن الذين كفروا يعني بتحريمهم ما حرموا من دون الله عز وجل، يفترون على الله الكذب يعني في نسبتهم هذا التحريم إليه جل وعلا، وأكثرهم لا يعقلون يعني أن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك. وهذا التحريم والتحليل من عند أنفسهم، وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن من أظلم الظلم أن يحلل المرء أو يحرم من تلقاء نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد جعل الله تبارك وتعالى القول عليه جل وعلا بلا علم قرين الشرك به سبحانه وتعالى. شوف الآية معا في الآية تاني: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما باطن، هذه الأولى، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل بلا علم يعني اللي بيحلل وبيحرم بهواه، هذا قرين الشرك به سبحانه وتعالى. وفي الرد عليهم قال الله تبارك وتعالى كما في سورة يونس الآية 59 و60: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. والآية فيها اسلوب من اساليب القرآن الكريم في ابطال مدعاهم في التحليل والتحريم. الاستفهام هنا ايه؟ الاستفهام هنا في الآية استفهام تقريري، وهو يلزم هؤلاء بأحد الامرين: اما ان يكون الله سبحانه وتعالى قد اذن لهم، او يكونوا مفترين على الله عز وجل. والامر الاول باطل، ما اذن الله تبارك وتعالى لهم بذلك، لان الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهم، فلم يأتي ذلك في شرع ولا على لسان رسول، فلم يبقى إلا أنهم افتروا على الله الكذب. ومن أوجه شركهم في التشريع ما سجله الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة الأنعام في أكثر من موطن، ومن ذلك رقم واحد أنهم جعلوا للأصنام نصيبا من أنعامهم. قال الله تبارك وتعالى آية 136: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقد روى الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وذلك أن أعداء الله كانوا إذا احترثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، فإن سقط منه شيء فيما سمي لله ردوه إلى ما جعلوا للوثن، وإن سبقهم الماء إلى الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله تبارك وتعالى جعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمر التي جعلوها لله فاختلط بالذي جعلوا للوثن قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوا الله عز وجل، وإن سبقهم الماء الذي جعلوا لله فسقى ما سمي للوثن تركوه إيه؟ للوثن. رقم اثنين برضو كان عندهم يعني من أوجه شركهم في التشريع تحليل وتحريم أكل الأنعام بلا ضابط وكذا، يعني إيه ركوبه يعني يركبوها يحرموا ركوبها أو إيه أو يركبوها أو يركبوها. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله
الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. والمعنى أنهم قالوا هذه إبل وزروع حرام لا يأكلها إلا من يأذنون له بزعمهم، يعني إيه من سدنة الأوثان ونحوها، وهذه إبل حرمت ظهورها، يحرموا كده إيه بهواهم، فلا يحل ركوبها والحمل عليها بحال من الأحوال، لا يركبوها ولا يحملوا عليها حاجة. وهذه إبل لا يذكرون اسم الله تعالى عليها في أي شأن من شؤونها، ففعلوا ذلك كذبا منهم على الله عز وجل. وكذلك من جملة افترائهم أنهم قالوا ما في بطون هذه الأنعام من أجنة، من أجنة اللي في بطون الأنعام يعني الجنين، مباح لرجالنا يعني حلال للإيه للرجال، ومحرم على نسائنا إذا ولد حيا، ويشركون فيه إذا ولد إيه ميتا. طب لو ولد ميت يبقى للاثنين للرجال والنساء، اتولد ذكر يبقى إيه ما في بطون الأنعام من أجنة مباح لرجالنا ومحرم على نسائنا، وإذا ولد حيا ده في حالة إذا ولد حيا، ويشركون فيه إذا ولد ميتا. تعالى الله تبارك وتعالى عن هذا التشريع من دونه تبارك وتعالى. وقد جادلهم القرآن في أمر تحليل وتحريم الأنعام، فقال الله تبارك وتعالى ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والمعنى يعني خلق الله تبارك وتعالى من كل نوع من الأنعام ذكرا وأنثى، فهي ثمانية أزواج، خلق من الضأن زوجين ومن الماعز زوجين. وكل أيها الرسول للمشركين منكرا عليهم تحريم ما حرموه، ما علة تحريم هذه الأزواج؟ إيه العلة اللي عندكم عشان حرمتوا هذا كما تزعمون؟ هل لكونها ذكورة؟ ليس الأمر كذلك، لأنكم تحلون الذكور أحيانا، أم لكونها إناثا؟ ليس الأمر كذلك، لأنكم تحلون الإناث أحيانا، أم هي اشتمال الأرحام عليها؟ ليس الأمر كذلك، لأنكم لا تحرمون الأجنة على الدوام. أخبروني، نبئوني بعلم يعني أخبروني بمستند صحيح يعتمد عليه إن كنتم صادقين فيما تزعمون من التحليل والتحريم. وخلق الله تبارك وتعالى من الإبل زوجين ومن البقر زوجين، فقل لهم أيها الرسول منكرا عليهم ما علة التحريم لما حرمتم من هذه الأزواج كما تزعمون؟ أهي كونها ذكورة؟ ليس الأمر كذلك، لأنكم تحلون الذكور أحيانا. أهي كونها إناثة؟ ليس الأمر كذلك، لأنكم تحلون الإناثة أحيانا. أم هي اشتمال الأرحام عليها؟ ليس الأمر كذلك، لأنكم لا تحرمون كل حمل على الدوام وتزعمون أن هذا التحريم من عند الله. أكنتم حاضرين حين وجه أو وجه إليكم الله تبارك وتعالى هذا التحريم فسمعتم النهي؟ رقم ثلاثة من شركهم في التشريع، من أوجه التحليل والتحريم عند مشرك العرب، النسيء. والنسيء في اللغة معناه يعني التأخير، واصطلاحا تأخير تحريم الأشهر الحرم المذكورة في كتاب الله عز وجل وتغييرها بأهوائهم وعلى ضوء حاجتهم للقتال. النسيء هو ايه؟ تأخير
تحريم الأشهر الحرم المذكورة في كتاب الله عز وجل وتغييرها بأهوائهم وعلى ضوء حاجتهم من القتال. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وقد أبطل القرآن الكريم كل تشريعاتهم هذه وبين أنها افتراء عليه سبحانه وتعالى وأنها زعم منهم وضلال. وهذه القضية من أخطر القضايا لأنها من الأمور الاعتقادية كما اتضح لك من آيات القرآن الكريم. ولم يسجل القرآن الكريم عليهم هذه الأمور فقط، بل سجل كثيرا من منكرات الأخلاق والأعمال مثل وأد البنات وشرب الخمر والزنا وأكل الربا وقتل الولد مخافة الفقر والحمية بالباطل والتبرج وغير ذلك مما يمكنك معرفته من مراجعة كتاب الله عز وجل لتكون على ذكر من ذلك. يعني كان عندهم كثير من المنكرات في الأخلاق والأعمال مثل وأد البنات. وأد البنات كان الرجل يعني إيه إذا ولد له مثلا إيه مولود بنت يعمل إيه؟ ينتظر طبعا إيه ظل وجهه مسودة وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه. فكان ينتظر كده لما البنت دي تكبر شوي وبعدين ياخدها ويذهب بها إلى الصحراء ويحفر حفرة في الأرض، ثم يأتي بهذه البنت ويقول لها انظري في هذه الحفرة فتنظر هذه المسكينة الصغير، ثم يأتي بها من الخلف وإذا به يدفع بها وتقع هذه المسكينة في هذه الحفرة ويردم عليها. قال تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولذلك إذا كان الله تبارك وتعالى سيسأل الموءودة فما بالك بالذي يعني وأذى هذه البنت وقتلها يعني وهي حية. وكذلك كان عندهم شرب الخمر والزنا وأكل الربا وقتل الولد مخافة الفقر الحمية بالباطل والتبرج. فأيها الأحبة الكرام، لابد وأن ننأى بأنفسنا عن مثل هذه الأمور الباطلة وهذه الأمور التي تنازع الله تبارك وتعالى في ملكه وتجعل الرب تبارك وتعالى يغضب على العباد. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يهدينا الله تبارك وتعالى إلى صراطه المستقيم. والحمد لله رب العالمين. وتابعوا معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الغد نفس الموعد ومع مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم ونشأته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.